عندنا مصاب وقع على عمود الكهرباء رح يوصل المسافرين ينقصوا له شحاتكم. يلا بعلق كهرباء ظهر في ظهر يقطر الكهرباء كهرباء سريع لكن هلا المسعف عم يقص شبيه هيدا المصاب لكن بهالطريقه هيدي اكتشف المسعف هو اول موصل للمصاب انه ما عنده اصابه مؤذيه عنده اصابه بظهره ما عنده نزيف ما عنده شيء واعي المصاب عنده اصابه بظهره يعني مكسور بظهره المصاب ممنوع تحركه الا بطريقه معينه لانك تكون فيها المصاب هيدي الطريقه مثل ما عم تشوفوا هلا هي الطريقه الوحيده اللي فينا نجيب مصاب عنده كسر بظهره جاهز الوضع جاهز لكن مثل ما شفتوا عموا المصاب على الارض على مستوى واحد كله سوا وحطوه على المحمل ومشيوا فيه اوكي يعطيكم العافيه ان شاء الله